واحد بيقول أنا شاب أرثوذكسي إيماني عميق بكنيسات الأرثوذكسية، وتقابلت مع مجموعة ممن يسمون أنفسهم بالأخوة وحاولوا زعزعتي عن إيماني بكنيستي. عليكم شايفين اللي بيقعد مع الناس اللي لهم عقيدة غريبة بيحاولوا يزعزعوا، مش تقول بروح أسمع عزة وبستفيد. وقالوا لي لا يوجد بالكتاب المقدس آية تثبت شفاعة القديسة الطاهرة العذراء مريم والقديسين بعد موتها. أرجو أن تعرفني بمنزع جبه. إحنا ممكن نكتب لكم كتاب عن شفاعة القديسين بحلها يعني، أو مقالات، دي حاجات كتيرة مش هنقدر دلوقتي عشان الوقت. لكن أحب أن أقول لك إن أول معجزة عملها المسيح في قانا الجليل كانت بشفاعة العذراء، هي التي تشفعت في عرس قانا الجليل وربنا سمع منها. فكلمة ما فيش آية واحدة دي بيضحكوا بيها عليك. الأخوة دول هم البلاميس، يسموهم البلاميس، بس هم ساعات ينكسفوا من اسم بلاميس فيسموا أنفسهم الأخوة. وكلمة الأخوة عشان كله زي بعض، يعني ما فيش حد أزيد من حد، ما فيش آباء، ما فيش كهنوت، كلهم أخوة. لدرجة حتى الكنيسة ما يسموهاش بأسماء القديسين لألا يبقى القديسين لهم مكان، يقول لك دي كنيسة الأخ صليب، دي كنيسة الأخ صدراك، دي كنيسة الأخ إبراهيم، على اسم الخادم اللي بيخدم فيه. وواحد مرة من البلاميس قال العدرة دي مش أمنا، دي أختنا، دام كل أخوة يبقى أختنا. حتى أنا فاكر الأخ ده قلت له أختك إزاي؟ لأم المسيح، فإذا كانت أم المسيح أختك تبقى أنت خالي المسيح ولا إيه؟ بيقول أختنا. بيقول أختنا، يعني ممكن القديس بولس يقول عليه الأخ بولس، والقديس بطرس يقول عليه الأخ بطرس، ويمشوا في الخوت في الأخوة دي اللي يعملوا بها الناس. عشان كده ما عندهمش كلمة القس فلان زي البروتستانت، ما أقولك القس فلان يقصدوا بها الخادم يعني. ما عندهمش كهنوت، لكن ما يسموهوش بريست هود، يسموه مينستري يعني خدمة، خدمة مش كهنوت. لكن هناك ما عندهمش، الكل أخوة. فأنت يا حبيبي ابعد عن الجو ده، أديك بتقول حاولوا زعزعتك، وكونوا راسخين غير متزعزعين. كورنثوس الأولى 15:58 يا ريتك تحفظ، بيقول كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. ابعد عن الاجتماعات اللي تتعبك، وأرجو إن شاء الله تبقى تفكرني نطلع لكم كتاب على الشفاعة أو مقالات على الشفاعة، وفي كتب في السوق عن الموضوع ده.